وأنا أكرر إياك 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 ثالث أن تتكلم في علم لا تحسن. ما أفسد هذا الدين إلا من تكلم في شرع الله عز وجل بجهل. والله لو أن كل جاهل سكت ما حدث في الإسلام فتنة. هذا التكلم بجهل هذا مصيبة المصائب وآفة الآفات. الإنسان يجب أن يعرف نفسه وأن ينزل نفسه منزلتها وما أنزله أهل الفضل والحق إياها. أما التعالي والتقدم وإنزال النفس منزلة فوق منزلتها هذا فساد لدين المرء وإفساد لغيره.